أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى من بعد هذا الفاصل. لا يزال معي الأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي، ونتحدث في هذا الجزء عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع النواب الداعمين للاتفاق السياسي. أيضا تنضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذة سيهاب سرقيوة عضو مجلس النواب، والتي أبدأ معها. أستاذة سيهام أهلا وسهلا بك، وأسألك إن كان لك أن تطلعين على مدار في اجتماعكم مع رئيس المجلس الرئاسي. أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بك. في الحقيقة طبعا اجتماعنا حوالي ما يقرب من 50 عضو مجلس نواب داعم للوفاق مع فايز السراج بخصوص لقائه مع فايز السراج. طبعا اللقاء السيد فايز طبعا حسب ما ذكر لنا يعني بجميع التفاصيل انه هو يعني كان مستمع لكل ما قال السيد خليفه القائد العام للجيش الليبي، ونقل لنا بكل مصداقيه. نعم. فيه عده نقاط، في نقاط كانت ايجابيه، نقاط لم تكن ايجابيه. طبعا اول شيء اللقاء طبعا كان طيب نبدا بما هو غير ايجابي لكي نختم بالايجابي. يعني دكتوره سيهام ان كان لك ان تطلعين على مدار. اوكي. اول شيء اللي بنقول ان اللقاء فعلا كان مرحب بكل الليبيين، وكان لاجابه جليد وتوسيع قاعده الوفاق يعني. نعم. هذا كان يعني شيء جيد. طبعا الشيء اللي يعني نحن كمجلس نواب فعلا نستغرب فيه ان تقديم المبادرات يعني والتغيير، ما هذه يعني تخصص اساسي لمجلس النواب ومجلس الدوله. نعم. والتغيير في الاتفاق السياسي من ضمن يعني صلاحيات يعني مجلس الدوله ومجلس النواب، صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحيات السيد فايز او صلاحيات السيد حسن. نعم. الأشياء الإيجابية، خلينا نبدأ بالإيجابيات. يعني توحيد المؤسسة العسكرية هذا شيء إيجابي. نعم. السيد يعني نحن اقترحنا على السيد أن يكون لجنة من الضباط من المنطقة الجنوبية والغربية، والتقاء بضباط المنطقة الشرقية، ووصول إلى توحيد الجيش الليبي يعني. نعم. توحيد حرس المنشآت هذا حتى هو شيء كويس. تكلم عن إعادة الهيكلة المجلس الرئاسي، وطبعا هذه نقطة يعني يقررها مجلس النواب ومجلس الدولة، وبعدين يعني إعادة الهيكلة بالشخصيات المطروحة. ويعني السيد عقيلة وحفتر والسيد فايز يعني، وترك أول مرة لم يكن فيش كان ممثل على المنطقة الجنوبية، ما صار يعني غضب نواب الجنوب كان جنوب نساء. وبعدين يعني لماذا هؤلاء الاشخاص يقعدوا على قمه ليبيا يعني، على يعني من يعني هل الليبيين يعني خلاص يبقى اشياء حد ما لما يكون لفايز او عقيله او حفتر. بعدين حفتر هو قائد عام للجيش الليبي، شو علاقتك برئاسه الدوله يعني؟ احنا لقيناها غريب يعني المقترح صراحه. في طبعا نقاط خلاف ولكن تمت تسويتها. طبعا السيد حفتر وصف مجلس النواب ان يعني هذا المقترح جاء لان مجلس النواب مجلس اصبح ضعيف ومتردي، وسبب الضعف طبعا كان اساسا تدخل السافر المؤسسه العسكريه في مجلس النواب. طيب دكتوره سيهام، يعني السيد حفتر. نعم. هو يعني انتم من نصبه قائد عام للجيش ويعتبر تابع لكم، فهل ابلغكم بما دار بينه وبين السيد فايز السراج سابقا ام لا؟ طبعا في شيء بنوضح لك ان مجلس النواب استحدث منصب القائد العام ولم. نعم. يتم تنصيب السيد حفتر، تنصيب السيد حفتر تم من مجلس الرئاسي او عن طريق السيد عقيله، فمجلس النواب لم يصوت على تنصيب السيد حفتر. هذا نعم. شيء للتوضيح. نعم. الشيء الاخر ان لا لم يستشير السيد حفتر في ذلك. يعني عرض الموضوع على السيد فايز، السيد فايز عرضه على النواب. فبس يعني هذه النقطة يعني اللي أثارت غضب النواب، أن وصف مجلس النواب بأنه ضعيف، والسبب في ذلك هو عدم الوفاق على المجلس على الاتفاق السياسي ب 30 أو 40 نائب، رفضوه نتيجة لتحفظهم أو تمسكهم بالمادة الثامنة وخوفهم على المؤسسة العسكرية التي الموجودة في الشرق يعني.
النقطة العدم إيجابية هي عدم احتراف السيد حتى بمجلس الدولة وتركيزه غلط، وهذا شيء حتى هو ماليش له علاقة، يعني هذا يرجع لاتفاق السياسي. طبعا زي ما قلت لك المنطقة الجنوبية ما فيش لا أي تمثيل أو شيء. الفكرة الأخرى اختبار أن أي شيء في طرابلس أو المنطقة الغربية أنهم كلهم ميليشيات وأنهم ليسوا جيش، والجيش بس موجود في المنطقة الشرقية. هذا طبعا أثار يعني حبيبة عدد كبير من النواب، وخصوصا يعني المنطقة الغربية، لأن 70% من تكوين الجيش موجود في الغرب يعني. وبعدين بنفس الشيء يعني عنده في حفتر عنده كتائب مساندة تتكون من أبناء القبائل والسلفيين، حتى هم ميليشيات نعتبرهم. نفس الشيء موجود في طرابلس يعني، فالسيء والجيد موجود بين الطرفين يعني، موجود في الغرب وموجود في الشرق يعني. والحل انه يكون باجتماع هذه القوى بتكوين جيش يعني فعلا يحمي ليبيا ويحمي طيب حدودها. هل تم الحديث مع السيد سراج على آلية تكوين هذا الجيش أو توحيد هذا الجيش، مجلس عسكري أو يبقى الوضع كما هو عليه من ناحية ترتبية؟ يعني هل تم الحديث في هذا الموضوع؟ لا، الموضوع هذا يعني ليس باختصاص في شيء سراج يعني، صراحة الموضوع هذا، ولكن يعني بالدرجة الأولى يعني نحن نشلو الآن هو القائد الأعلى حسب الاتفاق السياسي دكتور سياب. لا، هو القائد الأعلى بس، ولكن يعني العمل إنه في هو بين الشرق وبين الغرب وبين الجنوب يعني. نعم. احنا نفضلوا ان القيادات العسكريه تجتمع ويكون راي حتى في حتى فيها ايضا، لانه هو عسكري يعني بالدرجه الاولى. نعم. لكن الكلام على البيئات او الاشياء يعني بعيد كل البعد صراحه، ان احنا كنواب داعمين الموضوع ملوش علاقه يعني. طيب ابقى معي دكتورة سهام. سيد جمال، استمعت لما ذكرته وما دار بينه وبين السيد سراج، ان كان لديك تعليق. انا احيي ابتداء السيده النائبه سهام سرجيوة، ولا الحقيقة أنا الآن في هذه اللحظة سمعت كلام لنائب من نواب الشعب، نائبة حقيقية. قبل يعني مش دائما نسمع في كلام، في مجاملات، في نوع من الجهوية من بعض الإخوة، في شيء من العناد، ولكننا يعني أنا أتابع دائما جلسات الكونغرس الأمريكي مثلا، دائما يعني يتكلمون يتبنون قضايا الذين أعطوهم أصواتهم. أنا سمعت كلام ممتاز ورائع وجديد وجريء، وأحييها يعني تحية كمواطن ليبي مش كمحلل سياسي، تحية حقيقية. وهذا جانب. الجانب الآخر أعتقد أنها من جانب دافعت عن مجلس النواب وعن يعني عن مسألة قول حفتر بأن مجلس النواب ضعيف ومتردي وكذا وإلى آخره. أقول ألتقط منها هذه الكلمة، أقول لها أيتها النائبة أنت وزملائك، نحن نعرف من البداية، نحن كمثقفين وأنت تعرفين أن العسكر الذين انقطعوا عن الثقافة وعن كذا وعاشوا حقبة أنهم هم الذين لابد أن يسمع إليهم. السيد حفتر، وهو أنا عندي ليس بسيد، عفوا، حفتر هو حفتر لا يحب الساسة ولا يعترف بهم ولا يستمع إليهم، ولم يأتي مرة واحدة للمساءلة، وهي قالت الآن قالت نحن يعني درنا قرار، عملنا قرار بمسألة منصب وليس لشخص، ليس مفصل لشخص. وأختم بنقطة مهمة جدا، أنا أقول أن هناك يجب أنا يعني ومجموعة من النشطاء سنقدم مبادرة في مسألة المرحلة الانتقالية، يعني كل الأطراف هؤلاء الذين سراج، فائز سراج وكذا وفلان وإلى آخره وعقيل صالح وغيره، وكل يعني ليتحركوا، ثم عفوا يخرجوا من المشهد ويسلموا الأمر باعتبارهم شخصيات جدلية. وهذه نقطة. النقطة الثانية أختم بها، السيد فائز سراج يعني ناسي نفسه ويتحرك ويقول كلاما هو من ناحية القوانين، من ناحية الاتفاقية إصخرات لا يملكه، مثل ما قالت السيدة النائبة، يلعب في دور أكبر من دورها. طيب إذا أنت توافق؟ نعم، أوافقها تماما. طيب دكتورة سهام، الآن مجلس الدولة شكل لجنة لدراسة التعديل على الاتفاق السياسي والتواصل معكم كذلك في مجلس النواب، وأنتم شكلتم لجنة، هل سيكون هناك تواصل قريب للنظر في هذه التعديلات؟
هو فقط خليني بس نعلق على السيد سيد. السيد سيد طبعا هو يمثل رئيس الدولة والقائد الأعلى أو للجيش أو للدولة كرئيس، استدعوه كرئيس وذهب كرئيس. يعني الرجل أنا لا أدافع عنه، ولكن هو استمع لكل التفاصيل وجاب لنا تفاصيل كاملة وضع علينا الأمر. هل أستطيع ما رأيكم؟ فقلنا له يعني الأفضل تشكل لجنة وإلا تذهب للمقابلات، لأن مرات يصير مشاكل أو يصير لو تدفع. وبعدين في قوة أخرى موجودة على الأرض، في قوة طرابلس، في قوة جنوب، يعني في قوة البنيان، في القوة الثانية. الأفضل أنك تستشير وتجتمع بجميع القوى العسكرية والغير عسكرية في طرابلس وغير طرابلس. يعني مساءسوة بجفاء بالسيد فايز، وهذا هو اللي قرر، يعني وليس دفاعا ولكن يعني لإحقاق الحق يعني صراحة. نعم طيب. فيما يخص الاتفاق السياسي، السيد عقيلة سوى اللجنة من 24 يناير. أنا في نواب جيدين يعني دائمين الاتفاق السياسي، ولكن قلة، يعني لا مقارب من 6 مع بقية العدد اللي هو قلة رافض الاتفاق السياسي. نعم. كل العدد اللي هو يبي رئيس ونائبين وتنصيب السيد عقيلة رئيسا، فهذه هي مشكلة. تجاهل مدينة درنة وبنغازي. انت عارفين ان درنة اغلب المهجرين في بنغازي 400,000 مهجر، فاذا كنت انت ما تضعش نائب يمثل هذه الشريحة المهجرة، فانت ما انت بتحط، يعني انت حاط نائب يتكلم اعتبارية ونائب اخر قبلية وما إلى ذلك. يعني لا زالت هناك إشكالية فيما يخص لجنة مجلس النواب. لا سمحت، مطلعت لم يقم بتمثيل منها، مع الرغم أن عندنا 2 من النواب موجودين لم تمثل. فأنت بالطريقة هذه يعني لجنة غير عادلة سوف تكون. في نواب توم معلنين مقاطعة 47 نائب للبرلمان، ينظروا أنهم ينقلوا البرلمان البنغازي أو تغيير الرئاسة. في حراك وفي في فعلا في مشاكل. يعني انت عارفين الحساسيه بين الزنتان وبين مصادر حق رئيس لجنه الحوار من الزنتان، وهذه حتسبب عليا مشكله. يعني انت كيف بتنظر لجنه عادله في لجنه مجلس النواب؟ يعني انا مش قادر افهم يعني بالضبط، يعني السيد عقيلة وين بيمشي؟ وين بيأدي البلاد؟ يعني خلال هذا التجري والانقسام المؤسساتي، وحسبي الله ونعم الوكيل، يعني مش عارف الواحد ما يقول اكثر. نعم. انهي بهذه الكلمه أستاذ سيام سرقي وعضو مجلس النواب، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا لك، وشكرا لك أستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي، وشكرا لكم أنتم مشاهدين لمتابعة بانوراما اليوم هذه الليلة. هذا أنا صالح عبد المحييكم، إلى اللقاء.